تحت عنوان أبناء نوح، يقول الدكتور مصطفى محمود: الكتاب العبر لابن خلدون يروي لنا ابن خلدون عن شجرة عائلة نوح وأولاده قائلا: إن نوح أنجب 3 أبناء هم سام وحام ويافث، أما فرع يافث فهو الذي جاء منه سكان شمال إفريقيا الذين استوطنوا هذا المكان من العالم قبل البر، وهم أجناس ما قبل التاريخ الذين يطلق عليهم القرومجنون. ويقول عنه ابن خلدون أنهم كانوا يعبدون الشمس والقمر والكبش والقرد والثور، وكانوا يدفنون الميت في وضع جنيني باعتقادهم بأنه سوف يبعث كميلاد الجنين من بطن الأرض. أما فرع نوح الثاني هو حام، وقد أعطانا 3 أبناء هم مصاريم وفلسطين وكنعان. مصاريم أنجب الفراعنة، وفلسطين أنجب الفلسطينيين القدماء، وكنعان أنجب البربر. وكلمة بربر جاءت من الجد الأكبر بربر ابن تملة ابن مزايغ ابن كنعان ابن نوح. وجاء البربر في هجرة من الشام إلى شمال إفريقيا 3000 سنة قبل المسيح، أي قبل التاريخ. وكان الرحل منهم يسكنون الخيام من الشعر والوبر، وبعض الذين استقروا على الزراعة في الوديان كانوا ينحتون بيوتهم في الجبال وينقرون في الجبل غرفات كاملة بمرافقها. وما زالت بعض هذه البيوت المنحوتة باقية في جبل نفوسة وفي جنوب تونس وفي جبال الأورال. وكان دين البربر القديم هو آمون، ومظاهره الشمس والقمر والكبش ذو القرنين. وكانوا يقدسون الحمامة والطاووس والقطة والضفدعة، وكانوا يعتقدون أن قتل هذه الحيوانات يصيبهم بالشلل والجنون والعهاء. وما زالت عقيدة تحريم صيد الحمام باقية إلى الآن في أنحاء كثيرة من المغرب. واعتقد البربر في الجن والأرواح التي تسكن ينابيع الحرب. وكانت الأمة عندهم مقدسة، وكانت تحكم على القبيلة وتسوس الزجاج. وكان الابن قديما ينسب لأمه لا لأبيه، واستخدموا لغة منطوقة ومكتوبة هي اللغة البربرية، واللغة المكتوبة سموها في مغاد، وهي نفس الاسم مستخدم في اللغة التارجية. وترجمت كلمة تي في ناغ الحروف المنزلة من عند الله، وأكثر الكلمات البربرية تجدها في اللغة التارجية بنصها. وحينما دخلت اللغة العربية مع الإسلام شرع البربر في بربرة الكلمات العربية بإضافة التاء إليها: الدار تبقى تدارت، الحانوت تحانوت، الغابة تبقى الغابت، الجنة الجنة. وهناك أمثلة شعبية بربرية تشبه في المعنى أمثلتنا العربية: يلاقي العظم في الكرش، من صبر من صبر ظفر، الدنيا لم تبنى في يوم، أبو عين فرغة أبو عين جل، الشفاء بالدرهم والمر بالقنطار. وقد أقام البربر دولة بربرية كبرى كانت تشمل ليبيا والمغرب وموريتانيا، وحفظ لنا التاريخ أسماء ملوك عظام أمثال صفاقس ومصنية ويوبو غرطة وبوبا. وقد غزا الرومان الدولة البربرية وأسروا ملوكها وساقوهم مكبلين بالحديد في شوارع روما، وجندوا آلاف البربر في جيوشهم بالسخر. ويروي لنا التاريخ المعارك بين يوليوس قيصر وبوبا. فتمزقت الدولة البربرية، ولكن ظلت المقاومة تندلع من برابرة الجبل، والثورات تتوالى ضد حكم روما. ويروي لنا التاريخ أن أحد أباطرة الرومان سيبتيموس سافيروس كان من أصل بربري، وأنه أنصف البربر وسن القوانين بمساواتهم الرومان في عهده. وما زال تمثال سيبتيموس سافيروس قائما في أحد مدينة طرابلس إلى الآن. وقد تعانقت الديانات البربرية القديمة مع الديانات الرومانية فكلها كانت ديانات مثلا. وحينما جاءت المسيحية كان البربر أسرع من الرومان اعتناقا لها، فقد جدوا فيها خلاصا وأملا. فعاد الإمبراطور سوكيسان أحرق وقتل آلاف من شهداء البربر المسيحيين. وحينما دخلت روما المسيحية أنشأ 2 من القصص البربر مذهبا مسيحيا خاصا اسمه الدونتسيه، واعتنق الكثير من البربر اليهودية نكاية في الروم. ويروي لنا التاريخ سقوط الحكم الروماني على يد قبائل الوندال، وهي قبائل جرمانية غازية مستتطرة. وبعد موجة غزو الوندال تأتي موجة الغزو البيزنطي. وفي سنة 648 في حكم عثمان بن عفان يدخل القائد المسلم عبد الله بن سعد على رأس جيش من 20,000 ليحارب 120,000 من البربر بقيادة جرجير البربري، وينتصر عليه ويقتله ويدخل الإسلام لأول مرة
إلى البر، ولا يبقى أثر لهذا الطوفان من الغزو الروماني والوندالي والبيزنطي، لا نجد أثرا من وثنية أو مسيحية أو لغة رومانية أو جرمانية أو برغم سنوات من حكم السيوف. ويفتح البربرة أزرعهم للغزاة الجدد لغة ودينا، ليصبح الإسلام هو الدين الوحيد والعربية هي لغة الشمال الإفريقي كله. ونسمع الآن في جبل نفوسة في مولد النبي البربر ينشدون مدائح النبوية المؤثرة بلغتهم البربرية. بات يا مرفأ التلقيس اسمك استغنت أي شرك عن جال الدين أتربيس بيون الدباغ صغار عنه. ومعنى هذه الكلمات ما أشد ما لقي النبي من عذاب، من مكة موطنه أخرجه المشرك، ومن أجل دين ربه رجموه بالحجارة حتى نزف دماء. كلمة الله في الصحراء، الصحراء كانت دائما مخبأ عظيما للحرية والحركات التحرر وأوكار الثوار المفكرين، احفظوا فيها أفكارهم حضارة طويلة قبل أن تفرق زوابق غيرت وجه الأمة العربية. وكانت جميع هذه الحركات التحررية الدينية السنوسية في الشمال الإفريقي والمهدية في السودان في برقة واحد الجنغوب والكفرة الغرامس، كان ابن السنوسي ينتقل لينتشر دعوته بين البدو والبربر والطوارق وقبائل التوبو وأولاد سليمان والماجايرة. وأكثر من هذا كان السنوسية يشترون العبيد والأرقاء صغارا من السودان ويربونهم في جغبوب وغدامس حتى إذا بلغوا أشدهم وأكملوا تحصيل العلوم الدينية أعتقوهم وسرحوهم إلى أطراف السودان لنشر الدعوة بين أبناء جنسه. وبواسطة السنوسية صارت نواحي بحيرة تشاد مركزا إسلاميا هاما في وسط إفريقيا. وينشر المؤرخ دوفريه الداع السنوسية في عام ويقدر المؤرخ دوفريه الداع السنوسية في عام 1873 بنحو 3 ملايين. ويقول هاملتون أن السنوسية أسس أكبر أخوة دينية في إفريقيا امتدت فروعها من مراقش إلى الحجاز. فما هي الدعوة السنوسية؟ كان ابن السنوسي يرفع شعارا واحدا وإعلاء كلمة الحق، تنبه الغافل وتعلم الجاهل وترشد الضال. وكانت وسائله للتقرب إلى الله بالعلوم والقرآن والعمل الصالح والكفاح واتباع الزهد وقراءة التسابيح والذكر حتى يصل المريب إلى درجة النورانية والوجه. ولكنه لم يكن صوفيا منقطعا، وإنما كان مبشرا له رؤية اجتماعية وفي ذهنه نظاما مثاليا عاش يخطط من أجله. كان يحلم بإعادة نظام العالم الإسلامي على صورة جديدة، ومن أجل هذا الحلم أنشأ نظام الزوايا. وفي أواخر عصره كانت هناك 121 زاوية، منها 17 في مصر، واحدة في إسطنبول، واثنتان في الحجاز، و66 في طرابلس وبرقة، و10 في تونس، و5 في المغرب، و12 في تونس، و5 في المغرب، و12 في السودان. كل زاوية مبنية على مكان مرتفع حصين لتكون كالقلعة، وبكل زاوية مسجد ومدرسة ومكتبة وحدائق وأراضي موقوفة. والزاوية ملكية عامة للنظام نفسه هي والأراضي الموقوفة عليها، وفائض غلاة الأراضي إذا كان هناك فائض يرسل المركز يرسلوها بدوره إلى الزوايا التي، وكل فرد من أفراد القبائل يتبرع بحرات يوم، بحراث يوم وحصاد يوم ودراس يوم في أرض الزاوية، وذلك تسهيل العمران دون نفر. وكانت الزاوية بمثابة استراحة للقوات ومركز تجاري ومركز اجتماعي ومحكمة ومصرف وبيت للضيافة وملجأ للفقراء ومدرسة للقرآن وحرم آمن ومدافن وساحة للتدريب اليومي على الرماية وإطلاق النار، وتجرى مسابقات وتعطى جوائز لأمهر الرماة. وكان حفر الآبار وبناء الصهاريج وسطوح الأرض البور واجب كل زاوية في المكان الذي تقام. كان يوم الخميس من كل أسبوع مخصصا عندهم للشغل بالأيدي، فيتركون الدروس في ذلك اليوم ويشتغلون بالنجارة والحدادة وغزل الصوف وفلح الأرض. لا تجب منهم إلا من يكدن ويكد على رصيم الشيخ السنوسي، ولكل زاوية رئيس هو شيخ الزاوية ومجلس يضم وكيل الزاوية وشيخ القبائل وأعيان المنطقة. من شيوخ الزوايا جميعهم يتألف مجلس أعلى رأسه السنوسي، هو نوع من التنظيم الهرمي في أسفله قاعدة من الأتباع والمريدين، يليهم إلى أعلى شيوخ القبائل ثم شيوخ الزوايا ثم السنوسي الشيخ السنوسي. ويجتمع المجلس الأعلى للنظر في سير الحركة مرة كل سنة. واتخذ نظام من برقة مركزا للدعوة، ومن برقة اتسع نفوذ السنوسية ودخلت صحراء جزيرة العرب حيث اعتنقها عدد من القبائل بني الحارث وبني حرب، كما انتشر بواسطة الحجاج الحجاج في اليمن، وبنيت الزوايا
في المدينة والطائف والحمرة وينبع وجد. كانت السنوسية دولة داخل دولة، وكان السنوسي يحلم بإعادة بناء العالم الإسلامي وتوحيده بتكاثر هذه الزوايا الخلايا، حتى تبتلع الأمة الإسلامية في داخل هذا الشكل النظامي الجديد من الاشتراكية الإسلامية. ولكن الاستعمار الإيطالي الزاحف من الشمال والاستعمار الفرنسي الزاحف من الجنوب لم يمهل هذه الحركة حتى تؤتي ثمرتها، وما لوث أن أطبق عليها بكلابة الحديد والنار. ولقد وفي لحظة وجدت السنوسية نفسها في موقف الدفاع، وانطلق الرصاص من عشرات الزوايا في أعماق الصحراء. يقول دوفريه إن السنوسية هي المسؤولة عن جميع أعمال المقاومة التي قامت ضد فرنسا في الجزائر، وأنها السبب في الثورات المختلفة التي قامت ضد فرنسا، كثورة محمد بن عبد الله في تلمسان، وعصيان محمد بن تكول في الظهرة. وفي عام 1895 كان علم المقاومة للاستعمار الفرنسي في الجنوب بيد السنوسية وحده، وكان محمد البراني يجمع الجيوش من الطوارق والبدو والبربر لمقاومة الزحف الفرنسي، وكانت الأموال والأسلحة تدفق من التلاميذ والمريدين. وفي خطاب مرسل من أحد تلاميذ السنوسي إلى مدير غدامس التركي يكتب لتلميذ: قد وقع القتال بيننا بالبارود والسيوف حتى كسرناهم كسرة عظيمة، وقتلنا منهم نحو 306 86 رجلا، وغنمنا من الخيل كثيرا والبنادق بلا عدد والخزنة والإبل والأخضية، والحمد لله على ذلك، وبركة شيخنا معنا. وكان من تقليد الطريقة السنوسية مناولة السبحة والسيف للمريد حينما يتم دراسته، ويكون ذلك بأن يلبسه الشيخ الجرة أو الخرقة، وبعد أيام يناوله السبحة ويلبسه السيف ويأمره بالصلاة بهذا الزي. وفيما أورده المؤرخ أحمد زاده أنه من الواجب على كل فرد من أفراد السنوسية ما دام قادرا وغير عاجز أن يكون مستعدا للطوارئ، متهيئا للحرب، منتظرا للأمر، منفذا له بكمال طاعة. وما يروى أن رشيد باشا التركي أرسل جواسيسه إلى إحدى الزوايا، وسأل الجاسوس أحد الإخوان وهو محمد البكري عما إذا كان بالزاوية أسلحة، فأجاب البكري: نعم، لدينا مخازن. ثم قاده إلى أحد مخازن الكتب وفتحها له. وقد استمرت مقاومة السنوسية للفرنسيين 10 سنوات. قلت له كيف تجد الكفاية في هذه الأعشاب؟ قال: قل لي كيف يرك عن الأذى، كف يدك عن الأذى، وطهر لسانك عن الغيبة، وافتح قلبك للحب، يظهر لك الله في كل عود أخضر من هذه الأيدان غذاء كاملة. سألته عن يعظني فنظر إلي في حياء وغمم، قال الله فنظر إلي في حياء وغمم، قال الله للمسيح: يا عيسى أظ نفسك، فإن اتعظت فعظ الناس، وإلا فاستحي مني، وأنا لم أتعظ بعد لأعظك. فقلت له: إذا تمنحني بعض كلمات تكون زادي على. فقال هو يرسل نظراته إلى الأفق البعيد: اصرف كل اهتمامك إلى العلم، فإن الله لا يعبد إلا بالعلم، لا تشتغل بطلب الدنيا، ومن يشتغل بطلب الدنيا يبتلى فيها بالذل، إذا خفت الله خاف منك كل شيء، احذر صحبة النساء اتقاء على إيمان قلب. الاستئناس بالناس من علامة الإفلاس وفراغ العقل، وهذا شأن من تراهم على المقاهي، فلا شيء يؤتنس به إلا الحضرة الإلهية والخلوة مع الرحمة. من لازم الناس أصبح محصورا في حيطاتهم في محيطاتهم وفي هيكل ذاته. من دعا إلى الظالم طول العمر أو البقاء فقد دعا إلى معصية. نقاء السريرة وصفاء القلوب وسلامة النبات وسلامة النيات ومحبة الخلق والخالق هي رأس العبادة، والسعي وراء الشهرة فسادها. وفي سنة 1902 سقطت زاوية بير العلاني في أيدي الجيش الفرنسي الذي هدمها وبنى مكانها قلعة. وفي عام 1911 تحولت السنوسية إلى الشمال لمقاومة الاستعمار الإيطالي، واستطاعت أن تقاوم الإيطاليين 20 سنة، ولكن الصلب والبارود والصناعة الغربية والعلم الغربي استطاع أن يهزم بدو الصحراء. وفي كل صدام بين الشرق والغرب كانت الصناعة الغربية تحسم المعركة. حديث الرجل الصالح: هو رجل مغربي منقطع للعبادة في جبل، لم يشأ أن يذكر اسمه ولا مكان، هو عبد الله في أرض الله، يلبس بردا من الصوف ويجلس على الأرض بغير فراش متوسط الحد، وما رأيت معه إلا بعض كتب مكتوب، وما رأيته ضاحقا، وما رأيته رافعا بصره في طريق، يكسب حياته من غزل الصوف، ولا يأكل إلا بضع تمرات، فإذا ارتحل فأعشاب الطريق زاده، وهو مورد الوجه مورد الوجه يفيض صحة وإشراق، أكثر من صحبة الصالحين فإنهم فيهم الشفعاء. قلت له: ومن هم الصالحون؟ قال: لباسهم ما ستر وطعامهم ما حضر، أبرار أتقياء أخفياء،
أتقياهم إذا غابوا لم يفتقدوا، وإذا حضروا لم يعرفوا. تحابوا في روح الله على غير أموال ولا أنساب. يتعرفون في الله ويحبون في الله ويكرهون في الله. يقول الله عنهم يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظل يوم لا ظل إلا. قلت له: هل لهم وجود في هذه الأيام؟ قل: خلت الديار وباد القوم وارتحل أرباب السهر، وبقي أهل النوم، واستبدل الزمان بأكل الشهوات أهل الصوم، ولم يبق إلا أخزان مهازيل، حثالة كحثالة الشعير، أمثالنا لا يبالي الله به. قلت له: ما رأيك في أهل هذا الزمان؟ قال: في حسرة، اعترفوا بالله وتركوا أمره، وقرأوا القرآن ولم يعملوا به، وقالوا: نحب الرسول ولم يتبعوا سنته، وقالوا: نحب الجنة وتركوا طريقها، وقالوا: نكره النار وتسابقوا إليها، وقالوا: إبليس لنا عدو وأطاعوه، ودفنوا أمواتهم ولم يعتبروا بهم، واشتغلوا بعيوب إخوانهم ونسوا عيوبهم، وجمعوا المال ونسوا الحساب، وبنوا القصور ونسوا القبور. لقد كنا في زماننا نحلم بالحج إلى مكة والقدس والموت بهما، وأنتم جاءتكم فرصة الشهادة إلى بابكم بالقدس، فماذا فعلت؟ ولم أجد كلمة أجيبه بها، أما هو فراح يبكي ويغمغ بين دموعه: والله لولا عباد ركع وصبية رضع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا. وحينما تركته كان قد بدا ينشد: وشمس على المعني مطالع افقها، فمغربها فينا ومشرقها منا. وحينما كانت نغمات انشاده تذوب الهواء، كانت ذاكرتي تعود بي الى لقائي بالمنصوف الهندي برهاما وأيسورا الذي رويت حديثه في كتابي الخروج من التابوت. ولا ادري لماذا احسست اني امام نفس الرجل. كان كلاهما يقول كلاما واحدا ويتكلم نفس اللغه، وكانما يجلسان على مائده واحدة ويقرآن من نفس الكتاب. فذكرت حديثي مع المتصوف المغربي عبد العزيز ابن عبد الله، وكيف كان يقول لي: إن التصوف الهندي هو الذي أخذ منا ولم نأخذ منه، وإن تجار بابل وفارس وعلماءها كانوا ينقلون دياناتنا الشرقية إلى الهند من أيام إبراهيم الخليل، بدليل دخول الكلمات العربية في الكلمات السنسكريتية. سوتارا يعني الصورة، جو يعني هو، منتا يعني من أنت، بوداتا يعني ذات بودا، أحاسين يعني إحسان، إسرافا يعني إسراف، مهايانا يعني معينة، كراما يعني كرمة، ميرافانا يعني نور الفناء. لقد كنا نعطي دائما ولقد أخذ منا الكل، واحتوت دياناتنا على الحق كله، والتصوف الإسلامي على الحق كل. والتصوف الإسلامي احتوى بين دفتيه على كل الطرائق بما فيها البوذية واليوغا. كنت أسير مستغرقا في التفكير، وكان إنشاد الفقير المغربي ما زال يرن في أذني: وشمس على المعني مطالع أفقها، مغربها فينا ومشرقها منا. نعم، إن الشمس تغرب فينا الآن، فمتى يكون مشرقها منا؟ رحم الله الدكتور مصطفى محمود، وجعل هذا العمل في ميزان حسن.